السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخواني؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. إذا كنت أول مرة تشاهدني، اشترك في القناة واضغط على لايك واترك لنا تعليق إن شاء الله، أو اسأل أي سؤال إذا أحببت سأجيبك إن شاء الله. كما قلت لكم يا إخوان، هناك طريقة يعني من غير دعوة الأصدقاء في تطبيق فوفا. إذا أردت أن تربح 20 دولار سأريها لك إن شاء الله. سندخل إلى التطبيق. يعني هي طريقة يعني لم أرى يعني أي شخص شرحها، هل يعني هي محتكرة أو لا أعلم أنا صراحة، لكن سأريها لكم إن شاء الله. هي الخيار الأول مزرعة، تضغط هنا يعني وتجد دجاجة هنا يعني تعطيها الأكل يعني وتلد لك البيض، وهذا البيض يعني تبيعه ويعني تربح به المال. مثلا هنا ولدت 901 بيضة، ستضغط عليها هنا، سأجدها هنا يعني سأبيعها يعني وسأغذيها إن شاء الله، سأعطيها الأكل، شكرا لك على إطعامي، ماشي مشكلة كي كتعطينا البيض حتى نسيها. نشوفوا الجائزة اللي قلت لكم هنايا، كتدخل هنا، هنا إلا بغيتي قسيمة الشراء يعني باش تاخذ شي هاتف ولا شي حاجة كنقصوا لك منها، كنقصوا لك هاد القسيمة الشراء. وتوجد هنا يعني قضية اللي قلت لكم ديال كتربح 20 دولار، كتوصل للمستوى 30 والمكافأة 20 دولار، وهي طريقة مضمونة يا إخوان. أنا الآن في المستوى الرابع يعني، وأنت لا تعمل شيء يعني كتخلي يعني غير هكا صافي، كتخليها بحال هكا، كتجي كتسالها 23 ساعة، الغد لي كتلقى ولدك هنا شي 6000 بيضة ولا شي حاجة، تجي تشوف كتلقى 16 7 ولا كتلقى 16 6 ولا حتى كتوصل 16 30، وكتاخد الأموال ديالك كتسحبها عبر الباي بال. يعني وتوجد قضية واحدة أخرى هي هنا يعني يوميا يعني حتى يعني وإن لم يتسجل لأي صديق، يعني مثلا سأنزل إلى هنا، مثلا تضغط هنا يعني وترسل إلى أي صديق، يعني أي صديق ترسله له يعني هكذا إلى الواتساب، يعني حتى وإن لم حتى إذ لم يتسجل يعني مباشرة ترسل إلى أي صديق. عندما ترجع يعني من هنا تدور سبين وحدها، سبين تدور تلقائيا بدون أن يتسجل أي شخص، وأنا يعني قد دارت سبين يعني البارحة وحصلت على 10 جواهر، لكني خسرتها يعني حاولت أن ألعب مجددا وخسرتها. يعني وهذه هي الطريقة التي قلت لكم يعني يا إخوان، وأتمنى إن شاء الله إن استفدتم من الفيديو أن تضغطوا على لايك وتدعمونا بتعليق إن شاء الله، وإلى اللقاء يا إخوان.